وللمزيد حول اجتماعات اليوم الخامس للجنة البرلمانية المختصة ببحث برنامج الحكومة ينضم إلينا مباشرة من مجلس النواب مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. إليك كريم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هو اليوم الخامس واللجنة التاسعة. اللجنة الثامنة صباح اليوم استمرت ما يقرب من 4 إلى 5 ساعات، ناقشت فيها عدد من الملفات الهامة جدا متعلقة بالطاقة، متعلقة بالبترول والغاز والبيئة والكهرباء، وهي ملفات تمس المواطن بشكل مباشر. أما اللجنة التاسعة والتي بدأت منذ ساعتين تقريبا وما زالت مستمرة في الانعقاد بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وأيضا وزير الري، هذه الوزارات لها بالطبع يعني جزء كبير جدا من المناقشات، نظرا ل كان هناك نقاشات بين النواب والوزراء حول الفرق ما بين دور الوزارة بشكل عام وبين البرنامج الجديد الذي سيتم طرحه. ما هو الجديد؟ ما الذي سيقدمه الوزراء الجدد فيما يتعلق بملف المياه والزراعة، فيما يتعلق باستصلاح الأراضي، فيما يتعلق بنسب السكان، فيما يتعلق بالزراعة وأيضا الإسكان بشكل عام. ربما تحدثت مع بعض النواب حول أهم ما سيتم طرحه داخل هذه اللجنة، تحدثوا عن أهم الملفات وهو توفير المياه، ترشيد استهلاك المياه من أهم النقاط، ما هي البرامج التي ستقدم لترشيد استهلاك المياه. أما بالنسبة للأراضي الزراعية فتم الحديث حول الصادرات الزراعية أو ما سيتم العمل عليه لزيادة حجم الرقعة الزراعية، مما يؤدي إلى زيادة يعني حجم المنتجات المختلفة وأهمية اختيار المنتجات المطلوبة بشكل عام، إما في السوق المحلي أو حتى في السوق الدولي أو السوق العالمي. هذه كانت طرح ورؤى النواب بشكل عام الذين يشاركون حالا في هذه اللحظة في هذه اللجنة. أما بالنسبة للوزراء فقد عرضوا بالفعل بياناتهم المستمرة. هذه البيانات تضمنت في بعض الأحيان خطة ثلاثية السنوات وفي بعض الأحيان خطة حتى 2030 بناء على استراتيجية مصر 2030. هذه الاستراتيجية بالطبع من أهمها هي زيادة حجم الرقعة الزراعية وأيضا زيادة عدد الأشجار المزروعة بشكل عام في مصر. تم التوافق أو تم الحديث حول مساءلة كل 6 أشهر من 6 أشهر إلى عام تقريبا ليجتمع الوزراء باللجان المعنية واللجان النوعية داخل مجلس النواب ليتم مساءلة الوزراء حول ما يتم تطبيقه بالفعل من البرامج المقدمة على أرض الواقع. هذه هي الصورة لليوم، والآن أعود إليكم مرة أخرى. شكرا جزيلا زميلي مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس، كنت معنا مباشرة من مجلس النواب.